هنط نطة كبيرة جدا، وهقول انك انت كمان في قصة الامس عملتي مساحة دور. اولا الدور كان مركب جدا، وعملتي مساحة دور كبيرة جدا، وقدام إلهام شاهين نفس مساحة إلهام شاهين، هي نفس مساحتك قصاد كمان مصطفى فهمي. كلميني عن الدور ده وعن احداثه كانت ايه. الدور ده من الادوار اللي انا لما قريتها في الورق نطيت كده من السرير، بقتش مصدقه عايزه ابتدي امتى. اولا الشخصيه دي انا حبيتها جدا، رغم ان في ناس كتيره قوي كانت معترضه، وفي ناس كتيره قوي قابلوني بعدها: ميرنا احنا بنحبك قوي، بس بعد ما عملتي ميرفتي احنا بصراحه كرهتيني، خلصي قولي. بس كنت مقنعه، ده معناه ان انت كنت مقنعه. ما هو ده معناه نجاح يعني. الحمد لله انك لما تبقي عامله دور يخلي الناس تكرهك لما تشوفك، ده معناه ان انت نجحتي انك توصلي لهم الدور. بس انا كنت معترضه على انهم يكرهوا ميرفت، لان هي شخصيه كانت مظلومه. بالظبط. يعني بصي، انا قابلت نوعيتين في حياتي من ساعه قصه الامس لحد النهارده. ناس يقولوا لي احنا حبيناكي قوي في قصه الامس، انا شفت نفسي فيكي، اقول لها انت الزوجه الثانيه على طول، او حبيتي راجل متجوز. يعني انت شفتي ناس في عيون الزوجه الثانيه، وشفتي ناس في عيون الزوجه الاولى. اللي كرهوني دول الزوجه الاولانيه اللي بتاخد منها. طبعا. اللي حبوني هي الزوجه الثانيه اللي عاشت الظروف دي بالقهر ده، بالقهر ده. طب تخيلي بقى لما كنتي تجمعي ما بين عاطفتين، عاطفة تعاطف وعاطفة نفور. وده اللي حصل. ده نجاح كبير. هو ده اللي حصل بالظبط. بس في حاجة غريبة جدا، مرة راجل قابلني قال لي انا كرهتك قوي بعد قصة الامس. قلت له طب انا الستات فهمت، اللي تحبني اقول لها انت الزوجة الثانية، واللي تكرهني اقول لها انت الزوجة الاولانية. ده بقى وضعه ايه؟ وضعه ايه؟ قال لي يعني ينفع بعد ما اتجوزت الثانية تيجي الثانية فجأة تقرر تقول لمراته؟ قلت له انت متجوز واحدة ثانية؟ فبص لي وضحك. انت متجوزه؟ قال لي ينفع بعد دلوقتي هي تروح تقول لمراتي. فعلا. الله الله الله. ده انت دخلنا خربتي كل النماذج شريحه المجتمع كلها. بصي، هو الثلاثي ده كان لامس كل بيت، دي حقيقه. صحيح. انه دايما يبقى في شخص ثالث يخش يبوظ حياه، دي موجوده. فما كل بيت، سواء دي ازمه وعدت، سواء دي ازمه لسه موجوده النهارده، سواء دي ازمه خلت الراجل يتجوز تاني او ما خلتوش يتجوز تاني، يعني دايما الثلاثي ده اتنين وواحد، دي دايما موجوده في كل بيت. عشان كده هو لمس كل البيوت. وانعام محمد علي حد رائعة، ربنا مديها احساس مش طبيعي. عارفه توصل لك يعني انا النهارده بتفرج على قصه الامس، انا بستمتع وانا بتفرج بغض النظر عن انا ممثله فيه او لا. يعني انا بنسى ان انا ممثله، انا بشكل عام ما بحبش اتفرج على حاجه انا فيها.